لله وصلنا مقبل على موعد. وهذا الشيء في الجزائر الإعلام والإعلام الرياضي خصوصا مر بمراحل عديدة من خلال تواجد العديد من القنوات الإعلامية. الجامعات اليوم والمعاهد تلام كثيرا على قبل ذلك. عيدكم مبارك كل الزملاء. الإذاعة الوطنية هي تكريمات ومن هم ربما إضافية لربيح رؤية بالنسبة لهذا الحفل وفيما يخص البرنامج ليأتي بعد هذا اللقاء. إذن هذا هو تكريم الأستاذ فيصل حفاف والاسم المعروف في الساحة الإعلامية الرياضية. كذلك اليوم نكرر